في الاول كنت في الكوزينه كندوخ وكنبقى نبكي. ديك الليله سكر عليا داك الصداع اللي كان كيبات فايقه وبات ما نعش. ما كنتش نقدر نمشي للحمام نهائيا. كون كنمشي للحمام كنقول غادي نموت. غادي نركب شي تران غادي نموت. كيسمع هذيك الرقيه هذيك شغل قلت لك تحسن ولا الانسان عادي؟ ولا انسان عادي ما انا نخلعت فيه. الطبيب حتى تعياي وهاد الدواء راه ما كاينش بحالو. انا جربته صحيح داك الشيء ما فيهش الكذوب. دواء نيت. اعشاب طبيعيه وهذه الاعشاب زوينه مزيانه. مجموعه كامله بصراحه انبهرت معناها. يرحم والديه وربي ربي ان شاء الله يبارك له في صحته وفي ذريته ويبارك فيه ويطول في عمره. ما كانش نشوف هذا الانسان ونشكره. الله يلاش لان الوالده ديالنا جرح لقانتها. وفضل الله وفضله هو. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام او في قناه الحقيقه الفضائيه، كنرحب بكم مجددا على قناتكم الحقيقه ونجدد التواصل معكم من خلال برنامج ولا تيأسوا، من خلال حالات الحمد لله يعني اللي احنا كلنا فرحه طاقم القناه اننا نقدموها لكم، حالات الحمد لله شفيت من مجموعه من الامراض والاعراض ديالها المختلفه. اليوم من مركز سلا غنقدموا لكم حاله السيده الحاجه اللي جاتنا من نواحي مدينه القنيطره، كانت كتعاني يعني على مر سنين من مجموعة من الأمراض، كانت على رأسها حصى على مستوى الكلية بالإضافة إلى الروماتيزم. وكيف ما كتعرفوا مشاهدينا أن هذه الأمراض يعني الأمراض اللي ليست بهينة، عندها مجموعة من التداعيات على مستوى الجهاز الهضمي وأيضا بالنسبة للمستوى يعني النفسي للحالة. فالحمد لله يعني حالة السيدة الحاجة اليوم يعني بعد ما مرت من معاناة كثيرة ومختلفة توفقت الحمد لله فضل الله عز وجل وفضل منتجات مركز دكتور الهاشمي للاعشاب الطبيعيه، هي اليوم معنا كشاهد يعني باش تحكي لكم على الحاله ديالها قبل وبعد العلاج من مركز دكتور الهاشمي للاعشاب الطبيعيه، فتابعوا معنا. السلام عليكم. انا الحاجه في مدينه القنيطره قياده المنصور، جيت نقول لكم على المرض ديالي. انا كنت مريضه شي 3 سنين ولا اكثر، عندي الكلوى، عندي المصران، عندي الكريستور، وعندي الحساسية والركابي، داكشي ديال الروماتيزم. الروماتيزم. المهم ديت الجرأة الأولى، ديت الجرأة الثانية، وديت الثالثة. الحمد لله دابا راه 3 شهور هادي باش خديتها، باش ما جيتش لهنايا. دابا كنحمد الله ونشكرو، كنشكركم، كنشكر القناة الهاشمي، كنشكرو هو. كنطلب من الله اللي جا لهنا الله يشافيه، واللي قال شي كلمه فمو بقات، واللي بغى يدير نيتي يدخل راه كيدخل، اللي ما بغاش هو حر في راسه. المهم انا المرض ديالي هو هذا اللي قلت لكم، كلوة كانت عندي فيها الحجر الرقيق، وكانت تعطيني الحريق، وكان قرض الجرأه الاولى اللي ديت كنشرب الدواء كنردو تتحرقني المعدة، عفت راسي قلت ما نكملش، وليت قلت غادي نكمل، لو بغيت نموت غنموت. المهم بقيت كنشرب شي سيمانة ما بقاش ليا داك الشيء، داك الرضا اللي كنت نرد حار كالمرار ما بقاش، كيسكر عليا الحريق عاوتاني كيمشي عاود كيرجع ليا، وبقيت عاوتاني المصران عندي فيه الغاز عندي فيه القبط خبق شوية. المهم دابا خطرت راه كيدوز ماشي مشكل. المهم نحمد الله ونشكر عشرة القطرات. انا عييت في اختي وعييت في بنتها، خسرت 3.5 ملايين، الاخرى خسرت 10، كيسحبوني انا كندير سمسارهم، قالوا لي راه كيضحكوا عليك، قلت لهم ما خليهم يضحكوا عليا، كيضحكوا عليا انا نمشي عليكم نتوما. انا الحمد لله ما انا جايه، اي واحد ما عمري درت نيه بشي واحد وجيت لهنا اول خطره ودرت النيه، مش هي طايقة في راسي بحال اللي داك الدواء باقا ما ديتوش، بحال اللي راه تشافيت عليه، انا باقا ما ديتوش كاع راه تشافيت عليه. المهم كنحمد الله ونشكرو، هادشي هو اللي عندي، كنحمد الله ونشكرو عشرة الخطرات، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. اللي بغى يعالج راسو يجي عند دكتور الهاشمي، اي مرض اللي عنده سلاتيك، اللي عنده مرض سرطان، اللي عنده سكر، اللي عنده شقيقة، اللي عنده اي حاجة عنده راه كيداوى. اللي بغى يداوي راسو راه كيجي يداوي راسو، اللي ما بغاش هو حر في راسو. الروماتيز كان وقتي العصب ديال رجليا
مجبد تيدرني ما كنقدر لا جيت غدا نوض حتى نبرك بحال هكا عاد كنوض ومن كنوض ركابيه كان تيبقاو العظم ما كيتقرقبوا مع بعضياتهم شنو كنت نقول تنقول انا تيقولوا داك الزيت راه داك الزيت واقيلا ما بقاش عندي غنمشي للطبيب اليوم غنمشي للطبيب غدا غنمشي للطبيب عديت المس انا فهمتي راه مزيرني دابا راه كنصح شديت راسي بزاف دابا ملي جيت الصباح راه غدوز فيا التران التران كدير الكلاكسون كي رافا كان مخدا وانا هنايا والرجال تيغوتوا عليا ما كنسمع حتى حاجه ما كنسمع حتى جاو شدني واحد منا واحد من حيدوني من قدامه قال شنو تسمعي قلت له انا اش درت ما درت والو قال لي راه كنت غنطحنك طراماي قلت له كنت غنطحني اللي مكتب لي شي حاجه رانا غادي نلقاه جيت لهنايا تصمكت تلفت ما عرفتش راسي فين غادا قلت كنشوف ولي قلت انا نقبط مع الطريق هذه حتى وصلت لهنايا حتى تعيط عليا فاتحه كل الخيرات وخيرات كل شيء عند الله سبحانه وتعالى هذه والركبي ديالي انا شويه الحمد لله مابقاش كيضروني داك العصب اللي كان مجبد كيبقى يعقرني لا داك الطرطق ما بقاش ودابا قلت انا صافي ملي يعني وارتاحيت راه نشوف ثاني نقطع شوف ثاني اللي كان مازال الحمد لله حنا ما حنا هذا حنا نجيو ناخذوا الدواء كان تيشدني من هنا النصران من هنا لهنا على جوج ودار لي حتى لهنا كان يشدني الحريق تنقول الموت هي يعني. صافي راه تهبط للقبر وطلعت هبطت وطلعت ثلاثه المرات ولكن ملي ديت الدواء الحمد لله شكر الله اللهم لك الحمد كلمة الأخيرة كنشكركم كنشكر الطاقم الهاشمي وكنشكر فتيحة كنشكر صباح كنشكرك انت يا اختي كنشكر هذا الولد وكنشكر الدكتور الهاشمي لما القلب يدق 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 صوت دقاته بيعلى وبيقول لينا نعيش ونقول اه للفرحة وللحزن نقول